قضاء حوائج الناس دون المقابل من الأعمال الإنسانية الرائعة. فشكرا، شكرا، ألف شكر لسفراء الإنسانية في جميع أنحاء العالم. شكرا لسفراء النوايا الحسنة. شكرا لهذا الوقت المقتطع لخدمة البشرية. شكرا لكم يا سادة. جميل أنك تمد يد العون للآخرين. مفاتيح السعادة يا سادة هو مساعدة الناس والتخفيف من آلامهم. هي من الصفات الحميدة تنعكس على الإنسان بالرضا والرضا عن النفس وطول العمر. ولذلك أجمع الأطباء النفسيين إن العطاء مرتبط بالسعادة، ينعكس على الإنسان حتى على بشرته. تلاقي الإنسان المعطاء اللي يساعد الغير دائما بشرة نظرة خفيفة التجاعيد لأنه سعيد. اخسر كل شيء يا بني آدم بس لا تخسر نفسك. النفس هي اللي تأمر الإنسان، أما اللي يهتم في أشياء هامشية ويلغي النفس يكون حياته صعبة. ولذلك يقول يا خادم الجسم لا تشقى بخدمته، لا تطلب الروح فيما فيه خسرانة، لأن الجسم لما يموت الإنسان يتحلل يروح في التراب يبقى العظم فخسران. فيا خادم الجسم لا تشقى بخدمته، لا تطلب الربح فيما فيه خسرانة، اقبل على النفس واستكشف فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسانا. النفوس الطيبة تفضل دائما ذكراها في كل مكان. لذلك مش مختصرة على فصيل معين أو على فئة معينة من الناس، الإنسانية موجودة بين البشرية قاطبة. دعوني أتكلم عن بيل كردان، هذا الرجل الملياردير خصص جزء من وقته ومن ثروته لمساعدة ضحايا شيرنوبل المفاعل النووي. الممثلة العالمية أنجيلي جوليا، هي ممثلة مشهورة مش محتاجة لا مال ولا شهرة، ولكن أيضا خصصت جزء من وقتها لخدمة الناس المحتاجين والتخفيف من آلامهم. كم هو جميل إن تحس إن الناس تحس فيك وتمسح دمعتك. جميل لما نعطف على بعض، جميل لما نتعاون مع بعض، جميل لما تحس بآلامي وتخفف من جراحي. بالأمس القريب شيعت مصر في 2016 جنازة لرجل مهندس، رجل عادي جدا عادي، مهندس زراعي أنشأ شركة هو وزملائه وأدخل الله سبحانه وتعالى شريك معهم. الله سبحانه وتعالى بارك لهم وجاهم الخير. قرية صغيرة في مصر وصل صيتها لبقاء العالم قاطبة. جنازة هذا الرجل جنازة مهيبة جدا، ملايين. تعرفون ليش يا سادة؟ لأن من كان مع الله كان الله معه، وإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. جميل إن احنا نحس ببعض ونخفف من معاناتهم، جميل. في من الناس يا سادة من يزرع عود يستظل في ظله لوحده، ومن الناس من يزرع شجرة يستظل فيها الكثيرين غيره.